معانا كمان على التليفون دلوقتي دكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء الخير على حضرتك استاذ لونا، مساء ازيك الخير يا على دكتور؟ المتابعين، الحمد ومساء الخير على كل الموجودين معانا على الخط. ماشي يا عم الحاج، ازيك يا استاذ عبد المنعم؟ دكتور عبد العزيز دي بس يعني الفراخ المستوردة فين دلوقتي يا دكتور؟ الفراخ المستورده موجوده في جميع الاماكن، في المجمعات الاستهلاكيه ب 65 جنيه، في جميع المعارض واخدنا كميات سلام كبيره جدا جدا. سلام. وانا سمعت بعض كلمات الدكتور علاء، سمعت كلمات الدكتور عبد العزيز، وطبعا احنا في لجنه الاعلاف طبعا احنا بنشجع الصناعه المصريه، وكلنا موافقين مع صناعه الدوجن زي ما قال الدكتور عبد العزيز، فيها 100 مليون وفيها استثمارات 100 مليار وفيها 3.5 عامل، ولكن احنا افرجنا مع عن عمل المواطن الدوله كمان، المصريه. احنا مع المواطن وحقه انه ما يبقاش المواطن فيه اولا، جشع عليه. المواطن اولا، المواطن اولا، ده خط احمر. واحنا الدوله المصريه، انا بوجه الشكر للدوله المصريه والحكومه ووزاره التموين وكل من ساهم في رفع في خفض اسعار الدواجن من امبارح للنهارده في الدواجن الحيه 13 جنيه نزول، في نزول في الاسعار. نزلت بقى، سمعت في الحي ب 13 جنيه كيلو، سمعت نازل النهارده كيلو مزرعه 68 في السوق 73 75، ما سمعناش 90 النهارده، ما سمعناش 80. كويس. وشكرا للدوله المصريه اللي بتفرض بزراعاتها القويه لخفض الاسعار، لما قلنا مره وحذرنا مره واثنين وثلاثه من ارتفاع الاسعار بدون مبررات، في ارتفاع في الدورة في الاعلام بس ما كانش لها مبرر، ان زي ما حضرتك اشرتي الصوره اللي تكلفها 19000 نبيعها ب 31، والدره اللي لا طبعا كان حرام حرام. طب قول لي قول لي قول لي قول لي يا دكتور عبد المنعم، دلوقتي في اقبال كده على شراء الفراخ المستورده؟ يعني الناس انا هوضح رساله، الفراخ المستورده دي عشان تدخل مصر لازم تخش تحت رقابه صارمه من 5 اجهزه رقابيه بالدوله، بيتم اخذ عينات منها بيش اشكال مختلفه وفي سريه تم، لا احد يعرف العينه لاخرتها الجهه الاخرى. بعد ان تمام جميع ال5 عينات تطلع صلاح الاستهلاك الادمي ومطابقه للمواصفات يتم تداولها. احنا بنستورد فراخ برازيلي بقالنا 20 سنه وكنا بنستورد الفراخ ما فيش فيها اي مشكله، ولكن النهارده عشان بعض الاقاويل تقول هنا وهناك لا، احنا لازم معلش برضو البرازيلي، مش احنا بس، البرازيلي مكتسحه اسواق العالم كله، مكتسحه السعوديه وجميع دول العالم والمطاعم، وفي المطاعم انت لما بتروح المطعم حضرتك تشتري حاجه جاهزه بتعرفها مشويه مستورده ولا بلدي؟ لا. سؤال، بتعرفيها؟ لا. فالنهارده احنا الدولة حريصة على المواطن بخفض الأسعار. أنت في عندك الأول سنة دي شوية تفاصيل كده عن الفراخ البرازيلي، عندك منها نوعين مش كده؟ أو حجمين، أو الكيس فيه لونين كده، أو يعني في كيس أزرق في منها بأوزان، قول لنا كده إيه اللي موجود؟ الوزن 100 كيلو، كيلو 100 وكيلو 200 وكيلو 300، وطبعًا إحنا عن من كيلو لكيلو 300. شهر رمضان الكريم بيحتاج الاكثر الكيلو كيلو 100 عشان الموائد وعشان الشوايات، فمكترين في هذه الكميه. تمام. وفي كميه داخله ثاني خلال ايام، كميه كبيره جدا، لان النهارده لازم ننظم السوق. السعر عندك ايه من اول الكيلو لغايه كيلو 300؟ 65 كيلو، ال 65 الكيلو، كيلو 100 تضربي 65 زائد 6.5 يعني 72 جنيه، الكيلو 800 نضرب 13 جنيه فالكيلو ب 65 يعني السعر الكيلو 65. طبعا دي عملت رد فعل جامد جدا، وفعلا فعلا ان احنا دخلنا من خلال الشركه القابضه للصناعات الغذائيه ومجمعاتنا ال 1300 رقابه بقى عم منعم عليها دكتور عبد العزيز، بقول لك راقبوا عليها، راقبوا عليها بقى رقابه إيه؟ صارمه، خايف من ايه؟ محدش ياخدها يعملها هتتاخد وتتباع بلدي. ايوه لا الدكتور متفق تماما ان انا ضد الاستيراد، ولكن ضد الاستغلال، ضد رفع الاسعار بدون لا مساله الرقابه يعني عليها ان ما يبقاش في تجار ياخدوا منها كده بكميات كبيره. هي موجوده في المجلات، موجوده في جميع المعارض، موجوده في جميع الشوادر، موجوده في الاسعارات المتنقله، موجوده في الجمعيات، ولكن عاوز اقول اتفضل. احنا ضد، احنا كنا بنشجع الصناعه ومع صناعه الدواجن، ولكن في اسعار غير مبرره. لما اقول لواحد الكتكوت ب 30 جنيه ليه؟ يقول لي اصل انا كنت بعد من الكتكوت بجنيه والنهارده ب 30 يسوم على 2. يا عم اكسب بس خدها على دوره 2 3 4، ما تجيش نقطم المواطن مره واحده ونرفع الاسعار بدون مبرر مره واحده، والحمد لله انا يعني. طب وانت معايا بقى، معلش دكتور عبد العزيز عشان هو فاهم اكتر مني في الحكايه دي، الكتكوت والامهات ولما تكبر والدوره مستنيين. انا بس عايز اقول له دي واحد مش فاهمينها. بيقول لي ايه احنا كنا، لا
وما زلنا بنعضد الصناعه الوطنيه يا عم منعم بيه. وما زلنا يعني احنا بنعضد الصناعه الوطنيه ودي الاساس عندي، لان لما تملك قوتك تملك قرارك، فاحنا لازم نظبط الكلام ده كله. بالنسبه للكتكوت طبعا وصل 31 جنيه، ده شيء غير طبيعي بالمره. الناس كانت بتعوض خسائرها، ده بقطاع الامهات بقى بكام الكتكوت النهارده؟ الكتكوت 28 من 23 28 طب كام؟ يعني متوسط 26. تعرف انت الرقم يا دكتور منعم؟ لا النهارده كام يا دكتور عبد العزيز؟ بقول لك من 23 ل 28 يعني متوسط 26. لا لا اللي عند الخبر النهارده 22 نزل وفي اسعار اقل من 22 جدا. يعني ما انت عندك كام شركه يا عم منعم؟ انت عندك 30 شركه، في ناس بتبيع لحد النهارده ب 30. لما يجي لكن هي القضيه الاساسيه ب 22 هينزل هو زيه. لا ازاي؟ بص انا بص يا عم منعم بيه، بكره هتسمع نزول تاني. طب اسمع بس يا عم منعم بيه، اتفضل. احنا بنقول لك الكتكوت ده غير مبرر حتى خسائرك ان يوصل للرقم ده. تمام. احنا من المفترض التكلفه الفعليه 10 جنيه وفي يا عم الحاج 2 3 جنيه تعويض للخسائر السابقه، بيع ب 15 جنيه اقصى حد. لو بيع بالكلام ده شيء منطقي وعقلاني وانا اتقبل هذا الامر. وكان في رمضان السابق كان وصل 16 جنيه وقبل كده وصل 14 جنيه، لكن ان يصل للسعر ده. وخلي بال حضرتك اللي خسروا عوضوا خسائرهم، وعايز اقول كلام اهو على انا متحمل مسؤوليه. اللي خسروا عوضوا خسائرهم، عوضوا الناس اللي كان عندها قطعان. في ناس النهارده بتبيع تقريبا 300,000 في اليوم بتكسب 6 مليون جنيه، عوض خسائره في 3 4 ايام، خلاص راعي المواطن وراعي المنتج الصغير. طب بتتقال لنا اصل الدوره والامهات والكتكوت لما يكبر ومش ولسه احنا مستنيين 8 شهور لغايه لما لا ده انا بتكلم اللي بيدخل قطعان جديده من الامهات. أيوة اللي بيدخل عايز 8 شهور. انكم ما تستنوش خالص اي لا يا فندم، هو خلاص 8 شهور. هو انا لما لا هو نزل لما نزلت المستورد، لكن هو كان بيتحجج لي اصل لسه الكتكوت هيكبر هيبقى ماما. لا لا لا, لا يعني خلاص الموضوع لا انا تكلفه انا بتكلم عن تكلفه الكتكوت. اصل الكتكوت النهارده تكلفته 10 جنيه، وانت كنت بتخسر وانا معاك كنت بتخسر، وانا معاك لازم تعوض خسائرك ومن حقك تعوض خسائرك، لكن النهارده تبيعه ب 30 عشان تعوض خسائرك تكلفته 10 تاخد 20 جنيه زياده، كلام غير منطقي. انا بتمنى النهارده ان كل الناس. انما احنا ما جبناش كرتونه البيض، مش هي من الفراخ يعني؟ هي لما الفرخه هتنزل المفروض البيض بتاعها هينزل يعني ولا ايه؟ هتنزل. لا دي مالهاش دعوه، بس في نزول في الاسعار النهارده. مالهاش دعوه ازاي؟ مش دي منظومه، مش دي صناعه الدواجن. ده تسمين، ده ده تسمين وده بياض. بس البيض جاي من الفراخ يا جماعه، واحنا طيب ده قطاع وده قطاع، قطاع تسمين. طب ماشي بكام يا فندم؟ البيض هينزل ولا لا؟ هينزل يا دكتور عبد العزيز. نعم تسمح لي في نقطة، هو سعر العلف لما نقول 14 15 بس خلاص. انت كلامك صح كده، انت كلامك صح. ليه ارفعه؟ حينما ينخفض اسعار الاعلاف تنخفض كل شيء. ليه؟ الدولة خرجت على كتير، وفرت الدولار للاعلاف وادتها يعني ادتها الاولوية الاولى للاعلاف، خرجنا على كتير في الفترة اللي فاتت، ادينا للناس. الناس اللي خدت الاعلاف هي اكثر الناس استغلت الاسعار، انا مش عارف ليه بدون مبررات. ما هو وظيفتك يا فندم، خدتها من على لساني، الرقابة. بس الرقابة ما دي برضو في عندنا إشكالية. أنا عارفة أن هو برضو مش منطقة أقول لك كل الجمهورية وفي كل حتة وفي كل مكان، لكن أضعف الإيمان أنك لا برضو إيدك تبقى تقيلة بقدر الإمكان. ضربنا على الاعلاف بايدي كبيره جدا والحمد لله، وضربنا النهارده مع بحث التموين والتموين شغالين على محلات الدواجن، وهيبقى في سعر استرشادي واللي هيبالغ عندنا قرار. انا عارف مفيش تسعيره مش بس المزارع والمنتج والمحل بتاع الفراخ بتاع العلف اللي جاب لي العلف وباعه ب 10,000 جنيه زياده، ما هو ده راس الموضوع برضو، ده لب اصل الفساد. بس عشان الدكتور عبد العزيز عارف معايا وفاهم، انا اسف جدا انا بقول له النهارده في رقابه وعارف اللي احنا ممكن نحاسب ازاي، واللي هيقول ما فيش تشعيره جبريه عندنا حلول اخرى، وعندنا حلول استرزاديه، وعندنا قرار 330 وعندنا قرار 1320. فالنهارده انت بتقول لي قرارات انا مش عارفه دي بتقول ايه. لا هو فاهم اتمنى. احنا عايزين نفهم برضه. هو دكتور عبد العزيز اقول لك عايز تقول ماشي. انت بتقول مع بعض، ما احنا بنسمع كلنا. بص دكتور عبد العزيز قال لك طب نعم اتفضل. انا بوجه رساله لاخواننا اصحاب المحلات، اصحاب الكتكوت، اصحاب الاعلاف، احنا مش هنسكت، فكل واحد يلتزم ونتضافر ونتكافل. قال لك حاجه دكتور عبد العزيز من شويه، اللي استورد اعلاف ودخل اعلاف بالاسم وكام طن ومش عارفه ايه وبكام وانشر، بحيث ان هو لما يروح لاي تاجر بقى يقول له ده بكام، يقول له لا يا عم ده انا قاري ان انت جايبها بكذا كذا كذا، قريت اسمك والسعر اللي انت جايب بيه. بنوجه رساله من خلال حضرتك لكل الناس اللي احنا عندنا داتا كامله ومعلومات كامله عن كل شيء. اضغط بقى بايد بالحديد ان شاء الله. كان في اتفاق مع مباحث تموين النهارده وشغالين ان شاء الله على قدم وساق بكره، وهتشوف ان شاء الله في نزول في الاسعار اخرى بكره ان شاء الله.
يا استاذ عمنا احنا قضيتنا الاساسيه احنا مش عايزين حد يخسر، انا عايز كل اللي بيشتغل في الصناعه يكسب، لكن يراعي ان في مواطن ينتظر ان المنتج النهائي ده بسعر يتناسب مع مدخلاته، ده اللي احنا عاوزينه، وده دور الدوله، والدوله لابد تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه انه يلعب في الجزئيه بتاعت القود دي، دي مهمه جدا بالنسبه لنا. ده ان شاء الله، وده ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور عبد المنعم، بشكرك شكرا جزيلا.